يا حبيبي يا حسام، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخ. ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. شوف ربنا عوض صبرك خير أهو. الحمد لله. ولقيت شغل فين يا حسام؟ في شركة أمن. أنت عارف شركات الأمن الخاصة دي طبيعة شغلهم قريب من طبيعة شغلنا في الداخلية، وربك يسهلها. إن شاء الله. طيب وأنا عندي خبر ليكوا حلو برضه. أنا نويت أكلم اللواء هاني في إن أنا أرجع للريهام تاني. الله يا محمد، إيه الأخبار الحلوة دي؟ مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. ربنا يتمها لك على خير يا محمد. شكرا يا حسام. ايوه كده، عاوزين اخبار تفرح. الحمد لله. وانتي بقى يا ست شاهين، مش ناويه انتي كمان تفرحينا كده؟ افرحكوا ازاي يعني يا ماما؟ اها، فرحنا بمحمد وفرحنا بحسام، انتي كمان مش ناويه كده تفرحينا ولا ايه يعني؟ هو انتي يا ماما يا حبيبتي عايزه تجوزيني وانا عندي عيل؟ لا يا حبيبتي، مش عايزه اجوزك وانت عندك عيل، انا عاوزاكي ترجعي لجوزك عشان تربي العيل ده وسطيكوا. تاني يا ماما، تاني. تاني وتالت ورابع لحد ربنا ما يهديك. ماما عندها حق، عشان لازم تدي لسهر فرصه تانيه. انتوا عندكوا عيل يا بنتي. هو يا حسام مش بيقولوا الجواز اساسه القبول شرعا؟ اه. طيب انا بقى ساهر ما بقاش لي عندي قبول خالص، بالعكس بقى شكله بقى بيفكرني بايام سودة نفسي انساها بقى. استغفر الله العظيم، ربنا يصلح لكم الحال. الفلوس فين يا علي؟ النعمة ما خدت حاجي. انت يا علي وديت الفلوس فين؟ والخمسة السنين ما خدت حاجي. العجين يا ابو البنات. ام البنات والبنات محبوسين جوه ومحدش هيغيطك مني. الفلوس فين اللي كانت في عشة القرانب يا علي؟ افتكرت. ايوه، من كام يوم كده كنت معدي من يمة العش ولقيت ربع جنيه مرمي على الارض. هو بتاعك يا اخويا؟ لو بتاعك ممكن اديهولك وما تعملش فيا كده. ربع جنيه يا معفن؟ انا هعمل فيك كده على ربع جنيه؟ دول ربع ارنب يا خفيف. ايه العفانه بتاعتك دي؟ يعني بتعذبني عشان ربع ارنب؟ ما العش مليان ارانب قدامك اهو، نجي منها واحد. يا طمة ارانب ايه؟ ارانب ايه؟ ربع ارنب يا ولي، يعني ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ جبتهم منين دول يا طه؟ وانت مال اهلك؟ انت مال اهلك انت والنعمه الشريفه يا كامل؟ لو ما رجعتهمش دلوقتي لقتلك وورثك تاني يوم الصبح. انت وديتهم فين؟ انت لو قتلتني مش هتعرف توصل لحاجه. يعني خدتهم يا ولي؟ ايوه خدتهم، ومش حاطين منهم مليمه. انت بتسرقني؟ بتسرقني يا حرامي؟ حرامي سرق حرام. هو انت يعني كنت تعبان فيهم يعني وجبتهم بجعارك جبينك؟ انت مال اهلك انت؟ انت مال اهلك والنعمه الشريفه اللي موتك يا كامل؟ هموتك. موتني؟ ماني كده كده عايش ميت، بس لو موتني مش هتعرف مكان الفلوس. وساعتها ايه؟ اخبط راسك في الحيط يا طه. انت انا هخبطك انت في الحيط وهموتك لغايه ما تنطق وتقول لي وديتهم فين يا ابن الكلب؟ وديتهم فين؟ يا مرار ده وقته؟ ده وقته؟ معلش يا حبيبتي، انت عارفه بقى ان لازم افضل فوق دماغك. طمنيني مالك عامله ايه؟ تعيشي تونامي انت. طيب يا جميل، استني انا جايه معاكي. عيني يا ايمان. مالك اهو. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا حبيبتي؟ مش عارفه مالك. انا من الصبح تعبانه وعندي صداع، حاسه ان ضغطي بيلعبني. يا ماما حبيبتي، لو انت تعبانه كده ليه قاعده بتشتغلي طول اليوم في البيت؟ اعمل ايه يا ايمان؟ مين يقضي طلباتكم؟ امال الهنم اللي قاعده تلغ طول اليوم دي بتعمل ايه هنا؟ طب هو ماما طلبت مني حاجه يا ايمان وانا قلت لا؟ من غير ما تطلب. انت ما عندكيش دم ولا ايه؟ انت مش شايفاها تعبانه طول اليوم؟ ليه؟ وكان حد قال لك ان اخوكي جايبني ليكوا خدامه؟ ده انا ضيفه. يا بخت منظار وخفف. قصدك ان انا تقيله؟ ها؟ جرايه يا عمر ما تشوف اختك.
بالراحه عليها شويه يا ايمان، هي عملت لك ايه بس؟ بالراحه بس يا ايمان، ده بدل ما تشكمها بكلمتين يشكمني ليه؟ وانا كنت عملت ايه؟ ما هي دي المشكله، انك ما بتعمليش حاجه، حاطه ايديكي في الميه البارده. يو دي بقت عيش هتعرف. اف استني، راح فين؟ بس اسكت انت كمان يا لولا. لولا اسلوبك بقت حاجه اوفر قوي، شكلها هي اللي بتشكمك. روح يا دلدول. خلاص يا ايمان اهدي حبيبتي، هنعمل ايه بس؟ على فكره انا حضرت لك العشاء وعملت لك نجريسكو وفراخ مشويه لحسام. يا حبيبتي يا ماما برضو تعبتي نفسك يا حبيبتي. بعدين حسام ايه ده بقى؟ انا مش لاقيه بقالي كذا يوم بخبط عليه. الو، مين معايا؟ انا ساهر يا شهند. ساهر؟ هو انت يا ساهر بتكلمني من نمره غريبه عشان ارد عليك؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مش عايزه تردي وانا لازم اتكلم معاكي. يا شهند ارجوكي دلوقتي لازم تنسي اي حاجه حصلت بينا، احنا بقى في بينا طفل ولازم نفكر في مصلحته. ابني هيفضل معايا لانه في حضني هيعيش في امان. يا شهند انا ابوه، يعني هخاف عليه زيك بالظبط ويمكن اكتر. احتمال، واحتمال تاخد منه موقف لاي سبب وعصمه هانم تقويك عليه وتروح رميه زي ما رمتني. اعذرينا يا شهند، الظروف كلها كانت اقوى مني. بص يا ساهر، انا عندي عيش انا وابني لوحدينا احسن ما عيش مع راجل ضعيف والاسم انه حمينا. يا شهند عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده، وافتكري لي اي حاجه حلوه عملتها لك. المر اللي شفته منك مسح كل الحلو اللي جوايا. طب ممكن تسمعيني بس؟ مفيش بيني وبينك كلام، ولو سمحت يا ساهر ما تتكلمش هنا تاني. يا سلام، مبيت شيء ايه؟ نقاوي عمايل ايدي يا كامل يا اخوي يا حبيبي. دلوقتي بقيت اخوك؟ وايه يا اخوي الحنيه اللي هبت عليك مره واحده دي؟ انا مش واخد على كيدي. ايه هو انا عندي اعز منك؟ ده انت اخويا وحبيبي، وابويا الله يرحمه كان دايما يوصيني عليك. الله يرحمه بقى. بس زي ما تقول كده، انا واخد على خاطري منك، اكمنك يعني سرقتني. قص عليك يا كامل. طب قولي وانا اديك اللي انت عايزه. من ياما قلت لك وانت نشفت ريجي وزلتني، وبعدين ما انت سارقهم، هما يعني جايين بالحلال. طب هاتهم يا كامل يا اخويا يا حبيبي، ده ربنا وحده اللي عالم اني جايبهم ازاي. عايزهم؟ ايوه طبعا يا اخويا يا حبيبي. انت اللي قلت. قلت ايه؟ اني اخوك وحبيبي. واني ليا غيرك؟ خلاص يبقى نقسمهم الجسمه اللي على مزاج هاني، وتقول له الله يبارك لي. يعني ايه؟ يعني انت 125,000 جنيه واني 125,000 جنيه. ايوه بس ده ما يرضيش ربنا ابدا. خلاص اخبط راسك في الحيط، مالكش عندي حاجه. ماشي انا موافق، ما هو نص العامي ولا العامة كله. بس انت هتعمل ايه بنصيبك؟ ناوي افتح شركه استيراد وتصديق واقعد كده على مكتب وانجعس واقلد بقى رجال الاعمال اللي بشوفهم في التلفزيون. والله فكري، تشاركني؟ ومال؟ ما عنديش مشكله. طب هات بقى فلوسك نحطها على فلوسي عشان نعرف نبتدي الشغل. ايه يا ولد الضحكه اللذيذه دي؟ ده بعينك يا اخويا. امال احنا هنشتغل ازاي؟ لو انت جد في كلامك يبقى يلا بينا ننزل على مصر ونمضي العقود هناك عشان اضمن حقي. اه ما ينفعش الكلام ده يا صواد، الكلام ده ما ينفعش عندي. الزباين شافته بطلها وبتعدي من المحل ولسه في جيوبهم فيه فلوس. يعني سعادتك عايزنا نعمل ايه يا منير بيه؟ نمد ايدينا في جيوبهم؟ تمد ايدك ان شاء الله في عينيهم. الله الحق عليهم، جم برجليهم يبقى الحق عليهم. انت عايزنا نسرقهم بقى؟
نيفر يا دولار. مسيو موني اكيد خانوا اللفظ، بتقلي هو قصده ننصب عليهم. وهي فرقت ايه؟ نسرقهم زي ننصب عليهم الاثنين واحد. نسرقهم ننصب عليهم ان شاء الله حتى نثبتهم. المهم ناخد القبي ولعله خير ان شاء الله. الله عليك لعله، هو ده الكلام المظبوط. على فكرة هلا انا بيعجبني اجتهادك واخلاصك في العمل. العمل عبادة منير باشا. بس انا مش موافق على الكلام ده، احنا شغلتنا هنا نأمن المحل مش نهدد الزباين ونقلبهم يا منير بيه. نقلب الزباين؟ نقلبهم. حلو قوي. انتوا ناسيين ان انتوا رد سجون لصوص وحرامية؟ انتوا تبوسوا ايديك ووش وظهر اللي انا شغلتكم بالكباريه المحترم ده. ما انت اشتريتنا ولا ايه؟ اشتريتكم؟ يا ريت يا ريت ليكوا سعر انت وهو عشان اعرف اشتريكم. يا عم انت بتعايرنا ولا ايه بس؟ لا يا جماعه بليز، اكيد في ميس اندرستاندينج. مسيو منير راجل جانتي واكيد هو عارف احنا مين كويس. انا بس بفكركم عشان تحطوا عقلكم في راسكم وتفكروا كويس قوي. شيلوها لك ميلا عشان شغلتكم في الكباريه المحترم ده. يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبسجيه ورد سجون وحراميه؟ لا يا حبيبي، انتوا مش رد سجون، انتوا دكاتره خريجين من السجن. يعني دكاتره، واضح يا ساده دكاتره انكم مش هتعمروا معانا في الشغل هنا. العيب مش عليك، والله العيب ما عليك، العيب على الدنيا اللي خلت واحد زيك يلطمنا ويتحكم فينا. بس ليك يوم يا منير، وخليك فاكر الجمله دي كويس، ليك يوم. احنا مالناش سر. ماشي. استنى حسام، معلش يا منير بيه ما تزعلش منه. الواد ده لازم يمشي. كله اللي كده يا باشا، الواد ده عظمه ناشفه وظبط لنا المحل. ولو مشي المحل هيخسره، احنا نصبر عليه وكله بالحنيه بيلين. طب بسرعه الحقوه قبل ما يمشي. يا حلاوه يا اولاد، يعني احنا هنسيب الكفر ونقعد في مصر؟ داني الفرحه مش سايعاني. وانت مين قالك يا جاموسه انك هتنزلي معايا مصر؟ انت مش رحت مصر انت وكامل واجرت شقه ومكتب؟ ايوه، واديني رجعت عشان ابيع البيت والارض زي ما انت شايفه. مادام هتبيع البيت والارض يبقى هنسافر معاك. لا، انت والبنات هتتلقحي عند امك. وهون عليك تسيبني والبنات؟ مش دول بناتك برضو؟ بلا خيبه، ده انا خلفتهم في ليله ضلمه، خلينا اعيش في النور. يعني هي جت علي؟ ده انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه. خير يا سابع؟ انت طالق بالتلاته. يا لهوي، ولو عايزه نفقه ايه ابقي ارفعي قضيه، وابقي تفي على قبري لو خدتي حاجه. ست طاهر ما تسيبنيش يا ست طاهر. لا أعرف عليك يا أخويا، أنا ماليش غيرك. هاتك الهم يا ستار. استنى يا ستار. يا ست غوري في داهية. أنا ماليش حد غيرك يا ستار، استناك. وحيا مني من هنا ستار. اطلع يا سطى، ولو جت تحت العجل أفرمها يا ستار. استنى يا أخويا، استنى يا أخويا، استنى يا ستار، يا ستار، والنبي ما تسيبني. يا حزني يا ما، يا حزني، يا حزني. حامل وانا بقالي 6 اشهر ميت قدام الخلق، كيف يا حكمت؟ والله ما انا عارفه اعمل ايه. العيل ده لازم ينزل. ينزل؟ انت اللي بتقولك ده يا دياب؟ على عيني يا حكمت، بس بكره بطنك بتكبر وهنتفضح قدام الخلق. ايوه بس ده حرام. بعرف انه حرام، ربنا يسامحنا وعوض علينا بغيره لما الامور تتحسن. السلام عليكم ست حكمت، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طاهر. واضح انني جيت في وقت مش مناسب، بالاذن. خليك يا طاهر، اقعد. داني كنت جاي عشان اقول لك خبر حلو جايز يخرجك من الحالة اللي انت فيها دي. قول. اصلاني والواد كامل اخويا المنتن ده اللي انا عرفتك عليه، فتحنا شركة استيراد وتصدير زي الشركة اللي فتحتها انت ووهدان، او يعني الشركة دي تبقى غطى على شغلنا التاني. عفارم عليك يا طاهر، اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت
ومحدش هيقدر يتابعنا. مش ناقص غير ان انت تلاعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعه نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمه عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجه لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعه، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخبازه، هات مهربين بالاجره يخلصوا لك المساله دي. دول مش عاوزين اجره، عاوزين نسبه ما تقلش عن 40% من كل عمليه. يا دين النبي 40%؟ وغير كده انا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعه للمخازن ناقصه. لا بضاعه ايه دي اللي توصل ناقصه؟ وده كلام؟ طب يعني احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده واحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحة والحكومة رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضية ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصه حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعه من بره. انت بتخرف، بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجاله الحكومه وعارف ألعبه وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبه لنا زي جوكر الكوتشينه، نقش بيه وبعد كده نحرمه. ونعرف منين انه هيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقه والحكومه رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجه هينه قدام اللي هيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمره. اسكت يا حكمت، انا قلت حقتله يعني حقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين، مجبورين، ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر، اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا العركة هتقوم انت. يا ساتر عليك وعلى غباوتك، انا ايه اللي خلاني تهفيت في عقلي وجبتك معايا بطبق البصاره اللي انت لابسه دي؟ خير يا جماعه، منورين. الله يخليك. تطلبوا حاجه تشربوها ولا نطلب عشاء؟ لا خش في العشاء على طول. ويا ريت تشوف الامورتين الحلوين دول هياخدوا ايه. الامورتين دول يخشوني انا. ايه يا حيوان انت؟ ما تنزل ايدك انت. قول يا دواجه. انت عايز انت كمان يا. ما يصحش كده يا حضرتك، ما يصحش. وانت مين انت كمان؟ انا بعد اذنك مدير امن المكان ده. المكان ده هيتدردق على اصحابه. ايه؟ حسام بيه الهلالي مشتهي. باشا انا ماليش اي علاقه بالراجل اللي اتعور ده وراح المستشفى. وانت مين؟ انا راجل صاحب كباريه محترم، كل مهمتي يا باشا ان انا احمي الزباين اللي عندي واشفط بطني واعدي. ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزره دي؟ يا خساره يا باشا، كانوا رجالتي زمان، لكن من دلوقتي خلاص حد الله ما بيني وبينهم. يا باشا دول بلطجيه كسروا المحل على دماغ الزباين، انا عاوز اعمل فيهم محضر يا باشا. لطيف قوي جو البيع ده يا مسيو منير، دي جزاتنا ان احنا كنا بنحمي الكباريه المحترم بتاعك. صحيح اخرة اسمهم ايه دول؟ علقة. مين يا باشا اللي بقولك اخر اسمه؟ انا بقولك يا باشا انا بشهد من دلوقتي وبعلنها، الناس دي انا رفضتهم خلاص، والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا. بنقعش شغلانتك، انت هتطردنا من الجنة. وانتوا اسماكوا ايه بقى؟ اسمك ايه يا روح امك؟ يا باشا روح ام مين؟ ده المقدم حسام الهلالي، ده كان ضابط في مكافحة التهريب، اكيد سيادتك سمعت عنه. لا طاهر ايه؟ طاهر ايه؟ ما هم لازم يعرفوا برضه ان انت مش شويه، ازاي تقول كده يا باشا؟ انت تقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يا باشا ده حسام الهلالي اخوه الكبير. وانت مين ان شاء الله؟ انا طاهر المصطيه يا باشا، اللي اخوه مرمي في المستشفى، بس مش مهم، فداكم يا باشا، انا اهم حاجه عندي ان الموضوع ده يخلص عشان خاطر حسام باشا.
انت ما تعرفش غلاوته عندي. انت بتقول ايه؟ بلطجي في كباريه؟ انت متاكد ان حسام اخويا؟ طب انا جايلك حالا. محمد في عرضك اهو، ما تعملش فيها كده. يا محمد ما صحش. يا بني ادم ما تقف بكلمك. انت عايز مني ايه بعد ما عريتنا وبعد ما حطيتني قدام زمايلي؟ انت واحد كذاب. ما كان لازم اكذب يا ابني، كان لازم اكذب علشان تنسوني انت وامك واختك. هي دي بقى شركة الأمن اللي أنت شغال فيها؟ حط نفسك مكاني، ما كانش في شغلانة شريفة هتقبلني. أنت تشتغل بلطجي وفي كباريه يا حسام؟ في كباريه؟ لا وزعلان قوي إن أنا اديتك فلوس. لأن أنا الكبير. أنا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل. يا ريتك فضلت عاطل على عريتنا. ده انت تشك دلوقتي ان انت دخلت السجن بسبب جريمه انت ارتكبتها. اخرس بقى صوتك. لا مش هخرس ومش هسكت، وكفايه بقى دور الملاك اللي انت عايش لنا فيه. هل انت مصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه، وانت اللي خليتني اصدق كده. ما تقولش اخوك، انا اخويا مات، انت ما بقتش حاجه تشرف. ايه ده؟ ايه يا حسام باشا؟ هو ماله جاي متشمل علينا ليه كده؟ ماني خلصت الموضوع جوه. وبعدين أنا مش عايزك تزعل، دي مصارين البطن بتتخانق وانت اخواته اكيد هتتصافوا. لعله خير ان شاء الله. سيبنا لعله. سيبوني في حاله كلكم، سيبوني في حالي. رايح فين؟ رايح في داهيه، سيبوني في حالي. جنرال، هنسيبه يا جماعه في حالته دي كده؟ على فكره احنا مش هينفع نسيبه كده حتى لو غصب عنه. يا جماعه ما ينفعش يمشي كده. طب نوقف له تاكسي حتى. ما تسيبوه يمشي، ما تسيبوه. مش كفايه شبهتوه بمشيكم معاه في كل حته؟ سيبوه ينضف شويه. تصدق بقى بسبب طولة لسانك دي مش هيطلع عليك نهار جديد بعد الشر علي. ما هو كانوا بيهزقوا فيكوا طول النهار والليل جوه في القسم اللي ما في حد فيكوا تشمل ولا فتح بقه. ولا يعني هي جت علي؟ جت كل قرف. الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح يا حسام؟ ايوه ماما. ايوه. انا مش مصدقه نفسي. معقوله انت حسام الهلالي؟ انت ابن البطل نجيب الهلالي، ابني اللي ربيته على الاخلاق الحميده والطيبه والاحترام. تبقى كده يا حسام كبرتك وخليتك ضابط قد الدنيا يضرب بيك المثل، في الاخر تشتغل لي بلطجي وفي كباريه. مش مصدقه نفسي. لا صدقي، صدقي يا ام البطل، اللي واقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص، غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيتيه وكبرتيه. وايه اللي اتغير فيه؟ وقع نفسه، اتكسرت بعد عنك، بقى عامل زي الفرس اللي ملوش لازمه ولازم يتضرب بالنار. الفرس الاصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار، مش ينضرب بالنار. ده كان زمان يا امي، انما احنا في زمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداس بالجزم ومحدش بيمد له ايده. وانا رحت فين؟ انا امك رحت فين؟ انت ناقصه. ده انا فشلت ابقى سندك، كمان هبقى حمل عليكي. حمل عليا يا حسام؟ حمل على امك؟ وعشان ما تبقاش حمل تضيع نفسك، وبعد ما كنت ضابط محترم تبقى بلطجي، بعد ما كنت بتحمي الناس تبلطج عليهم. وفي ايه؟ في ايه بتحاسبوني على ايه؟ ها بتقطعوا فيا ليه ومعلقين لي المشانق ليه؟ انا اتبهدلت، انا اتظلمت واتهنت، اتسجنت ظلم وما شفعليش ملف خدمتي في الداخليه اللي ما فيهوش نقطه سودة. دقت طعم الذل على تهمه انا اصلا ما عملتهاش. ارحموني بقى، ارحموني. وفي الاخر انت قعدت في البيت زي النسوان، واخويا الصغير بدل ما اديله مصروف بيرمي لي حسنه. لا انا اكرمني واشرفلي ادوس على الناس كلها بالكسر بدل ما يدوسوا عليا يا ماما. لا يمكن تكون ابني اللي ربيته، لا يمكن. عمري ما كنت أتصور إنك تبقى مهزوم بالشكل ده. أنا ربيتك عشان تبقى بطل، مش فوق يا ابني، فوق من اللي أنت فيه. وكفاية بقى، فوق فوق. اخو
اخبارك ايه يا بنتي يا سماسي؟ ما اخبار الهزه على حسك؟ يوه اديني مقضياها. يعني ايه مقضيها؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ قصدي يعني الكيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيل عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. ما انت يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي مين دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغزكم كلكم، هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيينك. على احر من الجو. لا جايه اقعدوا بقى كده. ايه ده مين دي؟ في ايه مالك؟ ما تهدي تزعقي ليه وداخله بزعبيبي؟ صاحبتي سماسي. في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما المناظر الزباله دي المسخره دي مش عايزاها في بيتي. ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله؟ الاخت دي ان شاء الله تبقى صاحبه البيت ان شاء الله. بقول لك ايه، تاخدي الزباله دي وتطلعوا بره، ده بيت محترم. في ايه؟ جرى ايه يا ايمان؟ سخوجيه باخر الشارع. فين بنتك بتطردني من البيت انا وصاحبتي؟ انت ضيفه في البيت ده يا لولا، ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاه. في ايه؟ الصوت العالي ده في ايمان؟ الحقني يا عمر، اختك بتبهدلنا انا وصاحبتي وبتطردنا بره البيت. ولو زودتي في الكلام هديك انت وهي بالشبشب. جرى ايه يا اختي اللي محدش عارف يلمك؟ مالها دي؟ اوعي سيبيني، اطلعي بره انت وهي. ايمان عيب كده، ما يصحش الكلام ده. انا راجع تعبان من الشغل وعايز اخش ارتاح شويه. انت تروح ترتاح في اي حته تانيه الا هنا، طول ما انت معاك المناظر الزباله دي انا مش عايزاك في البيت ده، فاهم ولا لا؟ انا وامك مالناش غير سمعتنا، ومش هيجي عيل زيك على اخر الزمن يجي يوسخ سمعتنا. خد الزباله بتاعتك واطلع بره. ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طه؟ عرفت عنواني منين؟ اني اسال ميتوشي. مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن، ما انت عارفه. لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو لوحده اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط برفان يا طاهر. كلنا اتغيرنا يا حسام بيه. هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق. انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده أنا الدمعة كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريتي. مستني ايه من واحد رد سجون زيي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشا؟ انت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان. انما انت ما شاء الله، يعني ايه اللي نقلك النقلة دي؟ هم عينوك مدير الإدارة وأنا مش دريان ولا ايه؟ إدارة ايه يا باشا؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن اكتئبت من الشغلانة وسبته. وبقيت بشتغل في التجارة. تجارة ايه يالا انت هتصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجة من اساسه؟ انا بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. اخوك ده؟ ايوه، عقبال امالتك له واحد صاحبه راجع من ايطاليا، معاه فلوس ايه؟ بالزوفة. وطبعا ما لقاش غيري انا واخويا طاهر عشان يأمن لنا على فلوس. بتشتغلوا في ايه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا ايه؟ بهايم؟ احنا مش بنصدر، احنا بنستورد كل حاجة من الصين. ما شاء الله، واضح ان الشغل ماشي معاكم واشيتكم معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكم؟ اشتغل معاكوا يا مصطيه، انا ما بعرفش صيني. بيقولك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي، بس ده هيفيدكم ايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك يامي. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشا؟ يا باشا تايم از موني. تايم از موني؟ والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت علي؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك وجت علي انا ودستني. ما احنا بقى جايين لك عشان هيلب يو، يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك وتضحضح عظمك. الدنيا غداره يا حسام باشا، وانا بصراحه من ساعة ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل.
حتى اسال الواد كامل. اه انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جلال انت هو انا. وانتوا شايفيني ماشي برايل وهدومي مقطعه ولا ايه؟ العفو يا باشا. بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا. وبصراحه يعني شغلانه بلطجي دي مش لد علي. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف وتبقى حواليك سكرتارية وتبقى مدير وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ أمال ده احنا بنستورد شحنات بألوفات واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعة لازم نحليله جوه. قلت ايه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش والي. خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بالسلامه عمر بيه. الله يسلمك يا ملاي. حضرتك كنت بتصل بيك وحضرتك ما كنتش بترد. معلش كنت مسافر بره مصر وسايب موبايلي هنا. خير في حاجه؟ ابدا. السكان جابوا سباك واكتشفوا ان المواسير مسدوده باسمنت وبلاك وده يمكن اللي ما كانش مخلي الميه توصل عندنا. ايه ده معقوله؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الاستاذ نيازي قال لهم ان حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شوائهم. انا؟ ايوه. وحضرتك خدوا نفسهم بربطه المعلم لحد القسم عشان يعملوا فيك محضر اثبات حال. ما دام حصل كده ما بلغتنيش ليه اول ما حصل؟ ما انا قعدت اتصل بيك كتير وحضرتك ما كنتش بترد وكنت عايز اقول لك انك تروح القسم عشان ياخدوا اقوالك. اسم؟ ماشي يا ملواني. اي حاجه تحصل جديد بلغني بيها على طول. ماشي؟ تحت امرك حضرتك. اتفضل يا استاذ. شفت اخر تيشرتك السوداء؟ قام راحوا عملوا فيها محضر. في ايه؟ مالك اتهزيت وايد في جلدك كده ليه؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله؟ محضر واسم، يعني ممكن تبقى قضيه في اي لحظه. عادي يا ناصح، ما هو ده اللي احنا عايزينه. عايزينه ايه؟ عايزينه ايه بس؟ والنبي حرام عليكي بقى، شكلك هتوديني في 60 داهيه. وبعد الشر عليك يا عمر، كده برضه حبيبي ونرضى بده. خليهم يعملوا محضر ويروحوا يلفوا في المحاكم ويدفعوا مصاريف محاميين لما يزهقوا ويطفشوا وينكشحوا في داهيه من هنا. وانا بقى المفروض عليا اقف قدام كل المحاميين دول على اساس ان انا فاضي لكل المشاكل دي؟ ما هو برضه هقول لك حاجه يا عمر، الارض دي لما هتتباع يا حبيبي هتجيب ملايين، يعني كل ده ما يستاهلش ان احنا نصبر. وبعدين انت لما تروح القسم دلوقتي انكر كل اللي حصل ده. بالعكس بقى، ده انت تعمل فيهم محضر وتقول ان هما بيتلككوا لك ومش عايزين يدفعوا الصيانه. اه على اساس بقى ان هما يصدقوني. وما يصدقوكش ليه؟ ايه البينه على من ادعى؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني انت لما تروح دلوقتي وهما بيحققوا معاك تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد، ساعتها المحضر ده كله هيبوظ ويطلع في شنك ويبقوا يرجعوا بقى يضربوا دماغهم في الحيط. اسمع كلامي عمر، ده انا لولا اللي طول عمري بطلع يقول. ربنا يستر يا لولا. اتفضلي اتفضلي يا أولى. حسام الهلالي وافق يشتغل عندي في الشركة، شكله كان واقع واحنا استلقيناه. أيوة كده يا طاهر، وعملت له 5000 جنيه في الشهر. إيه؟ عملت له، بس أنا ما عملتش كده إلا لما أنت قلت لي إن أنت اللي هتدفع. مش بس كده، وعاوزك الشهر الجاي تديه 7000 جنيه. أيوة بس ده كده. ده كده ممكن يتمرع على الشغل. يا طاهر يا طاهر افهمني، انا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع، افهمني. سلام عليك يا سيدي الناس وعلى مخك الذهب. ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ ايمان يلا تعالي معايا بسرعه. تعالي معاكي فين؟ عمر خدوه على الاسم. اسم؟ اسم ايه؟ حصل ايه لابني؟ سكان العماره عملوا له محضر في الاسم ان هو اللي جاب السباك وقطع عليهم ميه في العماره. وهو عمل كده ليه؟ مش مهم ده دلوقتي، اخلصي قبل المحضر ده ما يروح النيابه وتبقى قضيه ومصيبه. نيابه؟ كله منك انت يا وش يا ستي، وده وقت مرحمينا بقى. بس انا هاجي معاكي يا ايمان. لا يا ماما حبيبتي خليكي انت، هبقى اطمنك بالتليفون. يلا ايه ده؟ القتل ده كله ليا انا؟ كل يا سلبوب، مطرح ما يسر يمر. زوز اختي عامله القتل ده كله بايديها وغلاوتك لما عرفت ان انت جاي. تسلم ايدك يا ست الكل. تسلمني يا سلبوب. عن اذنكم بقى لحسن متضايقه شويه. كل بالهنا والشفا. حاضر. مسكينه
مسكينة وطيبة وحظها وحش وقليل في الدنيا دي. ليه بس كده قفل للشر؟ جوزها قصدي طليقها رمى عليها اليمين التالت وهي حبت عيني بتحبه وبتعشقه ونفسها ترجع بس محتاجة محل. قصدك خروف يعني؟ ما اسموش كده، احنا عايزين واحد خدوم يكون مننا. مننا؟ قصدك انا بقى؟ احبك وانت فاهمني. ده شكلك كده انت اللي مش فاهمني خالص. ده انا عايز اناسبك واجوزك اختي. مش انا الحمار اللي هتشيله البرتاع على قلبي. انا مش خروف. تصدق انت مش خروف بس فرخه يا كلب. ماشي قوم يلا قوم قوم يلا مفيش اكل. معقول يا عمر؟ معقول انت تعمل كده؟ انا مش مصدق اللي ايمان قالتولي في التليفون. ماما والنبي والنبي انا مش ناقص. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ العماره دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملاليم كل اول شهر مع ان الارض تسوى اكتر من كده بكتير. انت لسه ليك عين تتكلم يا بجح بعد ما الناس دي اتنازلت عن المحضر اللي كانوا ممكن يدخلوك بيه السجن؟ لا اوعي تفتكري ان هم عملوا كده عشان بيحبوه ولا عشان سواد عيونه. دول عملوا كده زي اللي بيقدم الست عشان يلاقي الحد عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيت. اخرسي خالص يا قص المصايب، انت اللي وزيتي ابني يعمل كده. انا ابني ما يعملش كده لوحده ابدا. انا قلت له يجيب سباك لكن ما قلتلوش بقى يروح يتغابى ويجيب سباك المنطقه ومع اول قلم يقر عليه. اخس عليك يا عمر، هانت عليك العشره. ده النبي وصى على سابع جار. ليه يا عمر؟ ده انت دخلت بيتهم وكلت عيش وملح معاهم، عايز ترميهم في الشارع في الاخر؟ يا ماما انت بتقولي له ايه؟ عمر الفلوس عمته. لا انا كنت عايز اجيب حقنا ولا اجيبكم بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساس ان احنا شحاتين والايجار اللي بنلمه من الناس كلها ما بيكفيناش اسبوع في الشهر. الله يلعن ابو الفلوس اللي خليتك تبيع كل حاجه حلوه بينك وبين الناس اللي حواليك. انت ما بقتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك. انا بفكر فينا كلنا على فكره. بصراحه بقى عمر معاه حق يا ايمان، لان المصلحه دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا. اه صحيح، هو انا ليه قاعده بتخانق معاه؟ ما انت الشيطانه اللي قاعده بتوزيه وهتخليه يخسر كل حاجه حواليه لغايه ما تدخليه السجن. يا ايمان هو انا عيل صغير ولا ايه؟ تصدق ان احسن لك ان انا اتعامل معاك على انك عيل صغير وهبل وبرياله بدل ما اتعامل معاك على انك راجل شحط وجاحد؟ اقول لكم ايه؟ انتوا قاعدين هنا لسه ليه؟ اتفضلوا بره. يا مرحب يا حسام باشه يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. والله الشركه منوره باصحابها. انا مش مصدق نفسي من الفرح. انا الودي ودي افرشك الارض رمله. ايه يا واد شغل الفواعليه اللي انت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكاره الاسمنت من على كتفك وانت بتسلم عليه، عيب كده. نزل ياد رجلك، نزل رجلك اهي. حسام بيه مش محتاج للمحلسه دي، حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشا، اتفضل افرجك على مكتبك الجديد، اتفضل. اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل. اتفضل. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل. ايوه من هنا. ها؟ ايه رأيك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا. أنا عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد. ده أنا دافع فيه دم قلبي، بس والله مش خسارة فيك. ده إحنا بينا عيش وملح، وأني لحم اكتافي من خيرك. وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوصي. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك. دايماً كده مندفع وحريق لي كل مفاجآتي. تشرب إيه يا حسام بيه؟ لا ولا حاجة طبعاً متشكر. لا إزاي؟ إياكش يا رب بعد ما كمل أخويا دي لا أنت شارب حاجة. خلاص 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 شاي، هات شاي. هات شاي بسرعة بسرعة. أنا عايزك بقى تورينا الهمة، تورينا الشغل، وأني زي ما اتفقت معاك، أول كل شهر هديك في إيدك 5000 جنيه. ولو حبيت تشتري عربية بالقسط أو أي حاجة أنا رقبتي سدادة. الخير كتير والحمد لله. ده انا ممكن كمان افتح لك حساب في البنك واحط لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه. ها ايه قولك؟